لاله مليكه صباح الخير. اهلا صباح الخير. صباح النور. وين اللي بتشيلي؟ الله يبارك لك. لاله كل شيء لاباس الحمد لله. تحيه لكل الطاقم والسماعات. وتحيه لكم. صباحكم مبروك يا رب. الله يبارك فيك لاله. غادي نعطيك السرديل. كانت لهون السيدات بزاف كيتفادوا القليان على الطريقه كيجي زوين. نعم هذا السرديل بلا ما نقليه. كناخذوا السرديل ديالنا من بعد ما نغسلوه نحيدوا ديك السلسل ونخليوه يقطر من الماء ديالو، نديروا الشرموله، كنديروا قزبر معدنوس والعصير ديال الحامض، الملح، البزار، كامون، شويه تحميره، شويه ديال الهريسه، كنخلطوا العطريه ديال الحوت كامله مع قزبر معدنوس، وكنزيدوا داك الزيتون المقطع الصغير. كناخذوا السرديله ديالنا كنعمروها بهاد الحشوه وكنطويوها، كناخذوا غير وحده نعمروها ونطويوها، وخدم تنكملهم كاملين، كنجيبوا المقله اللي ما كتلصقش، كنديروا فيها البصله مشنفه، وكنديروا لها زيت البلديه. كنديروا نفس العطريه اللي درنا في الشرموله ديال الحوت، كنديروا هذيك البصيله حتى هي، وناخذوا داك السردين وكنحطوا فوق منها هكاك مطوي، كنصفوا كامل في المقله ديالنا، ونديروا شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، صافي نغطيو داك المقله ديالنا. نعم. نغطيوها ونخليوها عين المعل، راه دغيا كيطيب، وديك البصله كتجي معلكه وفيها واحد المذاق ديالو نقول شي كيشهي زوين، كنتمنى المستمعات يجربوا. نجربوا غيجي طبق هائل. والله كيجي زوين. وغادي يجي صحي لان فيه غير مرضيه. صحي ومرضيه. وجربوا السيدات ورضوا لي الخبر. غادي نجربوه كامل ونرضوا عليك الخبر لاله مليكه.